فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو. الأرتور فيدال كان حاسما وسجل في الكلاسيكو في السابق. الآن نتحول لملاقاة الزميل عصام الشوالي الذي سيتولى التعليق على أحداث هذا الكلاسيكو الجديد المتجدد. زميل عصام مرحبا بك، إليك الميكروفون، ومارك ماركس يعطي ضربة البداية في الكامب نو. الزميل خالد ياسين، أصدقائي المشاهدين متتبعي بإسبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كلاسيكو الانفصال، كلاسيكو السياسة، كلاسيكو في عالم المستديرة. برشلونة عاشت ساعات وأجواء ساخنة، لحظات مؤشر الانطلاق، انطلاق القمة الواعدة. 35 نقطة لكل فريق، هذا يعني أنه عكس الموسم الماضي بإسبورتس مع أول كورة للريال وأول صافرة من الدبقت. ينطلق ليونيل، هدافه بيتشيتشي الليغا 12. كرة تمشي طويلة ملعوبة من كريم بنزيما، يحاول بنزيما ولكن اشتغل رقم 10 ميسي ملا باس، كرة خطيرة جدا وفرصة سوبر فورما لبنزيما، يرجع بالكرة مندي يحاول يمشي فرانكي، حط الكرة جوردي، ألبا خطيرة. 70 مليون تقريبا يحكيوا بلغتنا لغة الذات، وهنا كرة بلغتها عطريق سكو بنزيما، وكريم يسدد الكرة الأولى على مرمى ميسي المرتدة، يمشي سواريز بونتا، تمشي العرضية والكرة في الدفاع، الفار يقول حكمها وانت داخل كل العرض، والكرة ترجع عن طريق ريال مدريد. فريق الريال توني كروس 5 مرات مونديال الأندية، 5 مرات البولغا الأرجنتينو، حط الكرة ديونغ تسميدو عداه فرانشيسكو إيسكو، عرضية وتسرت، يمشي بنزيما لتأكيد الإرث، يلعب الكرة لحاطيرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة، والهدف الأول مش ممكن، دخلت ما دخلتش، ترجع الكرة من فران، ضاعت على الريال. أيوة يلعب الكرة توني كروس، توني كروس كازيميرو، واحدة من كازيميرو ركنية، وصل الكرة كازيميرو ومرة أخرى لونجلي، ضربة جزاء لفران، تدخل سليم، الفار يلعب والكرة في هذه السهرة، عرضية ولا أروع، راسية قريبة ولكن مشروعة بخطأ، فنتكم البيضة تخوف، تلعبوا بالأبيض والأبيض يضغط، والكرة يوم الكرة ويوم كأس العالم والآن يوم الكلاس. ترجع كريم بنزيما حلوة برشا، يمشي إيسكو المفاجأة السارة، إيسكو في طريقه لهذا الشباك، يمشي كريم بنزيما يلعب العرضية خطيرة، قال أرى البرسا منتصر في هذه القمة. ترجع كرة بالرأس، 2 من الأهداف في الليغا فرناندو هيرو، وهنا كرة الكلاسيكو بإبداع مدريدي، ويشوط الكرة والحارس، الحارس تير شتيغن، والبقية 19 تعادل. هذا بنزيما، خطيرة من بنزيما، وكرة مش ممكن، أرميدو سميدو، والكرة خطيرة جدا، ويمشي نيلسون كازيميرو وتألق سابقة للكبير البرشلوني، الركنية والكرة ويني وشتيغن فينو، مندي يرجع بالكرة، بيكي كرة ممتازة، جول يا ولد يا فالفيردي، تهاجم والهدف الأول يضيع ميسي، جول مش ممكن، كرة كرة ميسي يرد على كرة مدريد، ميسي يقول إذا رأيتم الأسد يبتسم، إذا رأيت ميدان الريال هو الأقوى والأفضل الآن. ترجع كرة خطيرة، يمشي بالكرة ميسي، والكرة خطيرة وملعوبة الكرة، وترجع حلوة برشا الكرة لجارث بيل، تتيح لونجلي، لونجلي حط بدو نحل، يمشي كرة عن طريق ليونيل ميسي، والرأسية بنزيما، يمشي بالكرة عن طريق التوازن المفقود في الوسط البرشلوني، والريال نعتزم يلعب، حطها لاشقر، لاشقر يضرب، لاشقر يضرب، وين سيطر يربح الشوط، يمشي لويس يلعب لويس، البيس جاريث احذروا منه التسديدات، يضرب كرة مرت سليمة، جاب جاريث يلعب الباي، وينو بنزيما، كرة ميسي ميسي ميسي، وصل باس ملا ميسي، ملا ميسي، الكرة ضاعت، فرصة كبيرة للهدف الأول، لما عندك ميسي ما تخافش، جريزمان عرضية، سواريز دي راسية، حط الكرة هي قوية والراسية وجات كما جات، يضرب الفيردي وجول، مش ممكن، خرج الحديثة لا بال لايبانفر لي صفر، الشوط الأول ينتهي على البياض صفر، والانتهاء الكروي لقاء من على
احتراز البرسا لتعويض ما فات عن الشوط الأول في هدف رئيس نجاح التهديف والنجاعة أمس. يكون شوط ثاني شوط تعب. يمشي ليونيل ميسي، ميسي بين اثنين وثلاثة يعدي الأول يعرف الكرة ترجع لبرشلونة الذي كان متفوق كعادته بالاستحواذ. يلعب ميندي على القائم الثاني، كرة خطيرة للريال مدريد تجمع ريال بارسا أكثر من 80 بطولة. والكرة من ميسي خطيرة والكرة التمرير أسيست وتمهيد والدفاع يتصدى والريال رابع كرة وانتقال كرة يسار يمين العرضية والحارس اشتريت يمشي يسكو يدخل منطقة الجزاء ولكن في تغطية من أدم تاتي بنجاحات الفترة الأولى. هنا الاحتجاج، هنا يحتجون، هنا كرات تلقى على ملعب الكامب نو، هنا طائرات عمودية تخطف صور للذكرى، هنا الانفصاليين يسجلون موقف أمام الدنيا. نريد برشلونة لحالها، لا نريد أن إسبانيا تستمتع بأكثر من 40% من ناتج الخام الاقتصادي بسبب برشلونة ونجاحها واقتصادي. ميسي، ميسي وصل كرة، هي عرضية يخرج دي البرسا سيسجل ماذا؟ خطيرة وفرصة وكرة وخطيرة وجريزو مش ممكن من اليسرى ترجع كرة حلوة برشا ويهرب الدفاع مش يتيح له تلعبها الريال من سنوات انا يمشي عن طريق يمشي جاريث طولها الدفاع يصدها وسريد كرة وتمشي كرة يمشي سكو حاط الكرة في الدفاع. الشوط الثاني هذه الكرة وهذه الصورة هل فيها إعاقة لا؟ الكرة ترجع كارفاخال هي على اليسار يضرب جريزمان ولا كرة من بنزيما كرة من كريم بنزيما من الوحدة سواريز يحذر جريزمان بشي يضرب والكرة تمشي جريزو ويمشي جوردي ألبا ميسي والدفاع يمشي ليونيل يمشي ميسي والكرة بدنيا فنيا في التمركز أكثر من رايح يوزع كرة عرضية لونجلي ويساني يسكو كاربا الكروس يوزع كرة خطيرة فالفيردي حط الكرة فالفيردي وصل كرة يضرب جارث بيل والشبكة الشبكة رعشت الشبكة رقصت الشبكة ضربها الريح ضربها فتى الريح ابن الريح كل فريق حلوة برشا مندي يطلع له وكرة جول الهدف أبيض ولكن الريال سجل ليس تسلل سنتثبت ليس تسلل يقول جارث بيل هنا رفعت الراية أي كرة يا مدريد الولد يقول له اطمن يا حكم اطمن يا أليخاندرو صاحبك مركز صاحبك ويقف مليح نشوف الباس هنا اللمسة هنا فماش تسلل على مندي ماهوش متسلل الكرة تعاودت وتلعبت الكرة ويحطها كريم ويحطها جارث بيل والحكم يرفع الراية على الويلزي جارث بيل يقول هو راجع من التسلل لكن ماندي شور خرج الموقع السليم الكرة الآن ستؤكد أحقية من عدم استحقاق ولكن أي كرة لعبت في دار الدفاع أش حطيت لها يا زيدان باب سنتيمترات هنا شوف الكرة هنا ليونيل يلعب سواريز تمشي كرة ديونج يا فرانكيا كرة ممتازة جت الكرة فيدال أرتورو فيدال يلعب لويس يا سواريز أكثر وهنا تمريرة أحسن ولكن ضيعها جريزمان الولد المنقذ يمشي ليونيل ميسي والصراع ويسكو بثبات والحكم يرجع الفاول في البداية الفاول كان موجود ورقة صفراء لراموس كثرة الإنذارات الآن الحكم أليخاندرو هرنانديز يلعب لجريزو جريزمان يستنى يرجع اليسار يحط كرة فيردي بالفعل ويدخل مودريتش عطا غزير جدا مودريتش يلعب الكرة ايفان على القائم الثاني استياد كرة عرضية راسية من الدفاع كرة ثانية بنزيما